مرحبا بنات، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم حلقتنا هي إذا إحنا البنات فاليوم كنا طالعين طلعة، نكون بجامعة، نكون في مكان، وورا هاي الطلعة صارت عندنا طلعة مفاجئة، ولازم بهاي الطلعة راح أروح لها لازم نكون نتمكيج ونضبط نفسنا، فمكان ما نرجع للبيت ونرجع نتمكيج، فنقدر نمكيج نفسنا بالمكان اللي إحنا بيه قبل لنروح المكان الثاني. أهم شيء وأول شيء لازم يكون عندنا جنطة صغيرة اللي هي جنطة الإنقاذ، تكون دائما ويانا بالجنطة. وثاني شيء لازم يكون عندنا شنو الشيء اللي أنت تستخدميه من فونديشن أو بيبي كريم، تختاري يكون بالجنطة وياك. ثالث شيء وأهم شيء هو الكونسيلر، وحاولي دائما إنه يكون صغير حتى ما يأخذ مكان بالجنطة. وأهم شيء البيوتي بلندر حتى تخلين بها الكونسيلر والفونديشن، وما يحتاجش فرشة كبيرة تخليها بالجنطة. خامس شيء الباودر اللي لازم تثبتين بيه كل وجهك، والبلاشر لازم يكون لونه غامق حتى نفس الوقت يكون كونتور ويكون لون للخدود بشكل حلو، والفرشة تكون بهالحجم هذا حتى نقدر نخلي بها الباودر الوجه كله، طبعا حتى نضيف جمالية اكثر. هي اهم شيء الماسكارا ويانا بالجنطة، وحسب شنو انتو تحبون، اذا تحبون تخلون ايلاينر تاخذون ايلاينر، واذا تحبون تخلون كحول فتاخذون الكحول. راح اراويكم شلون راح يكفون بالجنطة مالتي كلهم. شيء مهم اذا خلينا رموش لازم هم نلقط يكون بالجنطة، كونسيلر، البيوتي بلندر لازم تلفوها فد شيء وتخلوها حتى ما تصير بها وساخة لان هاي للبشرة، واهم شيء الجل مال الحواجب اللي تستخدموه وفرشة الحواجب. وبهالشكل كفت الجنطة، وراح اراويكم شلون تنسد. خلصنا من جنطة الأمان. شكرا لمتابعتكم، وإذا حبيتوا الفيديو تابعوني على يلا، تابعوني على ميك اب دودي انستغرام فيسبوك يوتيوب.